والحديث يمكن في الساعة الأخيرة دايما بيبقى يعني بيحب الحديث عن الأسرة المصرية وتقاليدها وعاداتها اللي احنا في الحقيقة بنفتقدها يوم بعد الآخر. من الطبيعي ان الأطفال في سن مبكر جدا بيحبوا يتفرجوا على أفلام الكرتون، وأجيالنا يمكن عملت ده، ومن الطبيعي أيضا ان هم يستخدموا التكنولوجيا بكل يعني مساوئاتها ومميزاتها. الحاجات دي في الأغلب هتسيب سبب أو هتؤدي إن هي تكون سبب رئيسي في إصابة أطفالنا بالانطواء من خلال تركيزهم سواء في الألعاب أو في الأفلام الكرتونية. إزاي نعرف إن الطفل عنده حالة انطواء وإيه اللي ممكن نقدر نساعده بيه وإحنا موجودين في البيت؟ دي أسئلة ممكن نسألها النهاردة ونعرف إجابتها كمان من الدكتورة نهى الخولي الاستشاري النفسي اللي منورانا في الاستوديو. يا دكتورة أهلا وسهلا بيك. صباح الخير. أهلا بحضرتك. صباح الخير. أنا اتفرجت على كرتون وأنا صغيرة وما عنديش انطواء. عشان محتوى الكرتون كان إيه؟ فأنا يوم ما أخلي ولادي يتفرجوا على كرتون أنا لازم أشوفه أنا الأول، أشوف هو بيقول بيحكي حدوتة إيه؟ بيوصل رسالة ايه؟ بيعلم ولادي ايه؟ انا هبقى مبسوطة ان ابني يبقى هادي وقاعد ساكت ما عمليش دوشة في البيت وانا بخلص حاجة فاقعد ساكت يا ابني. طب قبل ما اقعد ساكت يا ابني انا بفرجه على حاجة هيحبها بعدين او هيبقى مبسوط بيها. طيب المحتوى اللي هو بيتفرج عليه ايه؟ القصة اللي بتتحكي له ايه؟ الاشخاص بيمثلوا ايه؟ السوبر هيرو اللي هيبقى بالنسبة له ده هو ده الرو موديل او اللي هو الايكون او اللي هو اللي هيمشي عليه بيقول ايه؟ قبل ما ادي لابني حاجه يتفرج عليها لازم اشوفها الاول. ما انا اللي حاسس ايه ابني ده حلو تتفرج عليه من غير ما اقول له الكرتون ده امور تعالى اتفرج عليه، هو يعرف ما يعرفش، انا اللي بوجه، فانا لازم انا اشوف انا بس انا اول ما اقول على الكرتون ده حلو، اول كرتون هيتعمل له بلوك هو الكرتون اللي انا بقول عليه ده حلو قوي. ده قصه بقى، ده احنا في ليفل اعلى كده، ده هو انت انا هي بتقول حاجه انا ضدها. طب تعالى حبيبي، طب قول لي ضد ليه؟ لغه الحوار. احنا انا بناشد الاباء والامهات استقطعوا وقت من حياتكم نبقى فيه لغه حوار من غير تسلط، من غير اثبات انا صح وانت ما بتفهمش. لا، لغه حوار بمعنى انا عايز اسمع رايك، فهمني. انا دايما بقول لاولادي يا تقنعني يقنعك، انا اتربيت كده، يا تقنعيني يقنعك، ولما اقنعك بناء على 1 2 3 4. ما هنا دي طريقه الحوار ازاي؟ هل هي سياسه اجبار؟ انا شايفه كده انا صح انت ما بتفهمش. طب اوكي اي حاجه انت هتقولي عليها من سياسه ان انا عايزه ابين ان هي شخصيه، لا مش هتفرج، مش هشوف، مش انت مبسوطه بيه بس انت بيه، مش ده اللي بيحصل. بس انا شايف معلش دكتوره الافلام الكرتون في النهايه هي نوع من انواع الدراما، يعني انا شايف ان لو انا اتحطيت في يعني في خيار ما بين ان انا افرج اولادي افلام كرتون احكي لهم حكايه عن طريق او ابث جواهم قيم عن طريق افلام الكرتون، وان انا اديهم التيك توك والشورتس وام خالد وام ساجده والحاجات اللي موجوده دلوقتي والمهرجانات والطفل بيتشبع بالحاجات دي بسرعه جدا، فالخيار الافضل هو افلام الكرتون. تعليق حضرتك. هو انا ليه احط خيار بين ان انا افلام كرتون او تيك توك؟ طب انا ليه احطه في بوكس؟ طب ما في خيار تاني اللي هو تعالى نلعب رياضه، تعالى حبيبي هننزل نتعلم رياضه حلوه هتخلي جسمك حلو، هتخلي نفسيتك اعلى. ليه اخير بين حاجتين؟ هو مش احسن حاجه. الاحسن ان انا اطلع ابني من البوكس اللي هو المربع ده ايا كان البوكس بقى، سواء سوشيال ميديا بلاي ستيشن يا كرتون. لا تعالى الحياه مش في البوكس دي، الحياه بره البوكس. انت لما تطلع وتخلص حياتك، تخلص مدرستك وحياتك، انت هتطلع بمهارات اتعلمتها في حياتك اللي هي المجتمع، اللي هي الرياضه، اللي هي تعالى نشوف انت بتحب ايه، وخلي ابني يجرب كل انواع الرياضه، مش هجبره على نوع معين، جرب ده عجبك، جرب ده عجبك، ده اكتر ولا ده اكتر. سياسه الاختيار واعطاء اللي قدامي زي ما بيقولوا حريه الاختيار، فلما يجي يختار فهو مقتنع بهذا، مش اخيره بين موبايل تتفرج على كرتون ولا تتفرج على تيك توك،
طب ما هو هيتفرج على الحاجه اللي هو بيحس ان هي اتس فاني وبتضحك وبتاع، فهيدور على حاجه للاسف المحتوى بتاعها مش قد المستوى اللي احنا عايزينه نعلمه لعيالنا، فبالتالي انا برضو اللي موديها في داهيه. طيب لا لا، مش المربع ده حياتك، انه حياتك تعاملاتك مع الاخرين، فبالتالي انا اشده. الولاد بقى بيعملوا ايه؟ انا خلاص علامة الافتراضي ان انا ماسك التليفون بتفرج عليه، والكرتون ده بيقول كذا وبيعمل كذا. تلاقي بقى لما تيجي تتكلم معاه او تطلب منه حاجه بيتقمص الشخصيه اللي اتفرج عليها سواء في تيك توك او في كرتون. طب انا عايزه ده؟ لا انا مش عايزه ده، انا عايزه ابني يبقى سوي، انا عايزه ابني يعرف يتعامل مع المجتمع بكل طبقاته. طيب احسن حاجه للولاد بنات وولاد الرياضه، فبالتالي انا بخرجه من البوكس المربع، بعرفه كوميونيكيشن سكيلز، مهارات التواصل الاجتماعي، مهارات التعامل مع الاخرين. فلما يجي مثلا يجي يقول لك منطوي حصل كذا كذا كذا، فانا الناس اتريقت عليا، الناس تنمرت عليا، فيجي لي يخش لي في حاله انطواء برضه. طيب تعالى حبيبي، هل انت فيك الكلام ده؟ اللي بيتكلم ده اللي بيأذي حد هو انسان مريض، فما تاخدش كلام الناس مسلم بيه. فمن طريقه احتكاكه مع الاخر انا ببني مهارات، مش ان هو يقعد يتفرج على التلفزيون او يتفرج على كرتون، ويوم الكرتون ما هتفرجه عليه، هتفرج عليه تاني، هتفرج عليه انا الاول. تيك توك، طب انت بتتفرج على تيك توك ايه؟ طب هو بيقول ايه؟ لما يلاقيه مبسوط قوي بشخصيه معينه، طب تعالى حبيبي قول لي، مش ههاجم، هسمعك، هسمع وهسمع عشان افهم، مش هسمع عشان اهاجم. يعني في واحد، في امهات وابهات، طب انت بتحب في ايه؟ ده ابني 60 في، وتلاقي بقى سلسال من الشتائم اللي الطفل يكش، فالولد ما يعرفش يعبر عن رايه، ما يعرفش يقول لك انا بحب ده او ما بحبش ده، فيروح ايه؟ كش، متقوقع، متقوقع، مش هقول لها حاجه، ما هو مش هقول له حاجه، مش عايز اقول له حاجه، هو دايما بيزعقلي، هي دايما بتزعقلي، هي دايما بتنتقدني، فبالتالي لغه الحوار راحت. انا هسمع عشان افهم ايه اللي عجبك في ده. طب ايه اللي ممكن يعجبه في فيديو بلا اي مضمون، بلا اي حاجه، غير ان هو بيقدم ستوري او بيقدم قصه؟ مجرد القصه دي كانت بقى واقعيه او غير واقعيه، شبهنا او مش شبهنا، شبه البيت ولا مش شبه البيت، هو عايز ايه؟ ضيع الوقت وخلاص؟ حلو، عايز يحس بال، طيب هو انا حلو قوي، انا هضيع وقتي. طب انا عايزه اضيع كلمه، اضيع وقتي، يبقى انا بدي لابني، خلي بال في نقطه برضو احنا مش واخدين بالنا منها، الكلمات اللي احنا بنقولها للولاد ضياع الوقت، يبقى معنى كده ان الوقت ملوش قيمه. لا تعالى هقول لك حبيبي، نستفيد من الوقت، هنطلع بيها بفايده ازاي؟ يعني انت عاداتك دي، ها يعني مثلا بلاي ستيشن، ولادي مش بعيد بلاي ستيشن، طب يا حبايبي خير، بعد ما لعبنا بلاي ستيشن طلعنا بايه من ده؟ طلعنا ان عندنا صداع، طلعنا ان احنا عينينا وجعانا، طلعنا اخدنا سكيلز ومهارات من اللعيبه اللي بتلعب مش عارفه ايه، اوكي، بس انت اوريدي بتلعب في النادي او بتلعب السبور الرياضه المعينه، بتاخد منها تاكس، هل المهارات انت هتطلع منها من اللعبه دي قد ايه هتفيدك في الواقع؟ فكان كانت النتيجه ايه؟ الشعور بالاكتفاء والشعور بالفرحه، والشعور بتحقيق الذات بيجي اسرع بكتير من خلال الشاشه، اسرع بكتير من الوقت، عشان انا عودته على ده. تاني، انا اللي عودت، انا اللي زرعت يا جماعه، هو ما هو الا سفنجه بيمتص الكلام اللي انا بديهوله، بيستمتع ان هو بيحقق ذاته. طب هو ده تحقيق ذات فعلا؟ حلو، انا جبت سكور مش عارفه ايه كذا كذا كذا، برافو حبيبي، اول كلمه برافو يا حبيبي. طب وبعدين؟ طب احنا ايه بقى؟ طب عملت ايه في التمرين بتاع النهارده؟ عملت ايه سكيلز؟ فيبتدي انا اي شيفت تفكيره ان ده الواقع اللي انت بتلمسه، مش اللي انت بتشوفه بعينيك بس، واقع بتعيشه مش بتتفرج عليه من ورا شاشه. طب لما ابتديت اعمل كده انا حطيت جون جامد جدا، حتى الكابتن قال لي عليه برا، لان انا ابتديت اقول له ايه؟ طب وانت حسيت بايه بقى لما انت عملت كده؟ هنا ربطت الواقع او الممارسه بالشعور، حس ان هو بيحقق حاجه فعلا على ارض الواقع.
مش ان انا بلعب. طب وبعدين ما خلصت قفلت التلفزيون، ها جبت سكور كام كذا، طب وبعدين هي تالنت واحده بتستفيدها بس. فهو يبص لك كده اللي هو ايه حضرتك بتقولي ايه؟ قلت له طيب احنا خدنا سكور، طلعت انت اول واحد، برافو حبيبي، طب وبعدين؟ فكلمه طب وبعدين كده انا بهدله التابو بتاعه بالظبط. والضوء انا السبب في ده يعني. انا اللي خليته يدايركت ان هو يقعد يلعب ويهاف فن وانجوي يور تايم والكلام اللطيف اللي احنا بنعمله ده. فانا زي ما بزرع زي ما بحصد. طب دكتوره نوع حضرتك بتمتهني مهنه الاستشاري النفسي. تمام. ما هي الابحاث او الاوراق اللي اتكلمت عن علاقه ده بالانطواء او التوحد؟ كويس. اول ورقه اللي هو الاحساس بالثقه بالنفس. الثقه بالنفس لما انت تيجي تهد ابنك ان هو مثلا عملت حطيت ده على ده وانت هدمت اللي هو جاي مبسوط بيه، فهيكش فيروح يقفل على نفسه لما يحس ان هو بيقيم وبيهاجم. الابحاث كلها بتقول كلمه واحده، لغه الحوار مع الطفل يجب ان تكون تشجيعيه، احتواء، تفهم. فبالتالي انا اللي مطلوب مني ايه؟ المطلوب مني ان انا صح احنا فينا اخطاء كاهالي ان احنا اتعلمنا او اسلوب الهجوم هو افضل وسيله ان انا تحقيق الهدف من ابني عشان اساسه احساس ان هو ملكي فهو يعمل اللي هو انا عايزاه وهو مش مهم انت تمشي زي ما انا عايزه. لا هو مش ملكك، هو جاي الدنيا ثرو يو خلالك عشان تعلمه مهارات يعرف يعيش بيها قدام بالظبط، مش عشان اقمعه واحركه بمزاجي وبطريقتي. طب هو بني ادم ليه متطلبات، احترم متطلباته، احترمها واتعامل معاها كويس ومش اسفه منها. طب الطب النفسي قال ايه في القصه فيما يتعلق بالانطواء؟ الانطواء عشان اتعامل معاه لازم اقعد مع ابني افهم انت مبسوط ليه وانت قاعد كده، برضه لغه الحوار. هيقول لي مثلا ان انا بتعامل مع فلان او فلان او فلان فانا بيتريقوا عليا. يبقى عرفت السبب، احد الاسباب الانطواء. النقطه الثانيه انا مش واثق من نفسي. طب ليه مش واثق من نفسك؟ عشان واحد اتنين تلاته. فيبتدي يديني اسباب انت مبسوط ليه كده؟ ما انا مش هقول له انت ليه منطوي، مش هقولها اصلا. طب انت قاعد كده، انت ايه اللي بسطك في القعده دي؟ فاعرف اللي هو بسطه وافندهوله واقول له ده مش الدنيا في حاجات احلى، طب ما تجرب. هيقول لي لا 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 انا مش عايز اجرب. لا جرب، ما انت هتعرف الحاجه ازاي اذا ما جربتهاش؟ هيقتنع؟ هيجرب؟ هيجرب لانه هيحس منك انك انت مش بتزقي باجبار. لا انت الخيار مفتوح حبيبي. امتى هتوصلي لمرحله انك تزقي باجبار؟ لما تبقى حاجه مهدده للحياه. لما حاجه انا عارفه ان هي هتبقى قاتله في النتائج فاروح اعمل ايه ساعتها؟ مش اجبار كمان، تعالى نشوف كده، تعالى نسيرش، تعالى ندعبس على الاكشن اللي انت بتعمله ده نتيجته ايه عشان يقول لك انت شعرفك. قلت له طب خلاص ما دام انت بتقولي انا شعرفني تعالى نشوف، تعالى سيرش زي ما انتوا بتعملوا سيرش على جوجل ولا سيرش على وات ايفر، اكتب الفعل ده ايه الاضرار بتاعته. هنلاقي كتير. هينزل له بقى صفحات زي مثلا اقناع البني ادم ان هو ما يمسكش الموبايل اكتر من نص ساعه، ده حتى احنا الكبار. فقلت له طب اكتب مساوئ انك انت تبقى معرض لريديشن لمده معينه تزيد عن كذا. فنزل له كل ايه؟ قلت له ده اللي بيطلع لك ده بيزد على ابحاث، مش مامي بقى اللي بتقول. لا مش مامي، مش مامي هي رخامه من مامي ان هي بتعمل لك كده. لا هو اهو انت عايز ده؟ هقول لي لا طبعا. لا طبعا. طيب عشان لا طبعا يبقى نعمل ايه؟
يا رب يقتنعوا ويا رب يقدرنا عليهم. بالظبط كده. ويا رب فعلا نقدر نبقى على قد المسؤوليه وعلى قد قدره الاعصاب التحمل، ان احنا اللي حضرتك بتقولي ده مش سهل خالص على فكره على الاهالي. ما انا صح، انا معاكي مش سهل، بس لما اعرف ان النتيجه بتاعته هتبقى مجزيه ليا ولي، هبتدي عارفه مش هقول ايه، مش هروض نفسي، هقول الطريقه ديت هي وسيلتي الوحيده، لان لو انا هناطح هيناطحني وناطحه مش هنوصل لحاجه، الا ان انا بولد بني ادم عنيد اوت اوف نو وير. ايوه اكيد صحيح. بشكرك يا دكتوره، دكتوره نوال الخولي استشاري نفسي، يمكن كلمتيني عن اهم المحاور اللي نقدر من خلالها ان احنا نتعامل مع اطفالنا، وخصوصا في ما يتعلق بالغزو التكنولوجيا وغزو وسائل التواصل الاجتماعي للمجتمعات بتاعت اطفالنا. شكرا جزيلا لحضرتك، نورتينا. شكرا. نورتينا دكتور.